مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية، وينضم إلينا على الهاتف مباشرة الأستاذ المحامي ثائر النجداوي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا سيدي. ويعني بداية نسمع وتتداول في هذه الفترة القوانين والمواثيق الدولية، أين هي هذه القوانين والمواثيق الدولية مما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة؟ تفضل. أسعد الله مسائك أستاذة نور. والمشاهدة يعني تقال بأن برنامجكم والتلفزيون الأردني بهاي الفترة العصيبة يعني عم بلقي الضوء بشكل مباشر على الأحداث وعلى المجريات. سيدتي، هي مجموعة القوانين، ما يسمى بالقانون الدولي، هو قائم على مجموعة مواثيق ومعاهدات اتفقت عليها الدول، وكذلك مجموعة من الأعراف والقواعد القانونية الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن. بدأت هاي الحزمة من القوانين من أيام عصبة الأمم، إذا قرأت عنها، ومعاهدات فرساي، ومن ثم معاهدات الأمم المتحدة. هي بمجملها قواعد تنطوي على قواعد أخلاقية لشكل عالي، بحيث أنه تلتزم بها الدول أكثر ما هي القوانين الوضعية أو المحلية التي تكون فيها من الحزم ما يؤثر على نتائج معينة سواء عن طريق التقاضي. تحديدا ما يخص قواعد الحرب وقوانين الحرب كما تسمى، وكذلك معاملة الأسرة ومعاملة المدنيين والأراضي المحتلة، هذه نظمت بمعاهدة جنيف وما لاحقها اللي تبعت وراها. وبالتأكيد ما نراه الآن بدون عواطف، يعني إذا بدي أحلل من العواطف، بدون عواطف هي مخالفة صارخة لكل هذه القواعد. وعماله بيستفيد الجانب الإسرائيلي من تغييب الرأي العام العالمي، لأنه الرأي العام العالمي ما بيستمع لا للتلفزيون الأردني ولا للCNN، هم بيستمعوا للمحطات الخاصة فيهم في كل منطقة محدودة. وهذه الرواية إذا لاحظتوا الجانب الأمريكي توجه بالأول بشكل صارم ضد الفلسطينيين، ومن ثم تراجع. هلأ هو توجه بشكل صارم على المحطات المحلية، لما تراجعوا عن موقفهم كان على المحطات ذات الطابع الفضائي. وبالتالي الشارع لغاية الآن، يعني بجوز جديد بس من يوم أو يومين بدأت أسمع بأنه صار في تغير وإن كان طفيف في الرأي العام. فما يشكل ضغط أكثر من ما يسمى بالقانون الدولي هو شوارع الناخبين وشوارع الأمم اللي بتكون صحيت من غفوتها. نعم، يعني أيضا نتحدث عن حرب أو أزمة ترتفع كل فترة، يعني نتحدث عن قرابة 1850 شهيد وآلاف من الجرحى. هل تعتقد بأن المجتمع الدولي قادر على تسريع تسوية هذه الأزمة؟ وأيضا ما هو المطلوب منه؟ ما هو المطلوب من المجتمع الدولي؟ يعني كما ترى آخر أيام وتيرة وطبول العدوان عم تشتد. طبعا الأرقام اللي بنسمعها عمالنا عن الشهداء الله يرحمهم والجرحى قد تكون مش دقيقة 100%، لأنه كما تعلمين عمليات إجلاء المناطق المنكوبة ما عندهم المعدات الكافية حتى يعرفوا مين في تحت هذه الكومة الإسمنتية، فالأرقام كبيرة. وإن كانت حتى شخص أو شخصين أو ثلاث، طالما هي تمثل عدوان فهي جريمة بحق الإنسانية قبل أن تكون جريمة بحق العزل، وقبل أن تكون حتى لو بمدعيات الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس من قواعده الأساسية أن يتناسب الفعل مع الاعتداء ذاته. لا يعقل أني أنا أهجم عليك بعصا أنت تهاجميني برشاش، هذا أمر غير مقبول حتى في القانون المحلي. صحيح، يعني سيدنا منذ بداية الأزمة جلالة الملك حذر وقال أن دوامة العنف لا تولد إلا العنف. ستي جلالة سيدنا الله يعطيه العافية وما قصر، وهيو بأوروبا بيدعو ويحاول أن يثير الصحوة الإنسانية. بالتأكيد الغرب عنده إنسانية وعنده يمكن إيمان بحقوق البشر
وحتى والإنسان بغض النظر عن جنسيته أو عرقه، ولكن إحنا بحاجة لصحوة. وجلال سيدنا الله يعطيه العافية، أنا باعتقادي وجوده في موقع الحدث سيكون له أكبر تأثير. أنت لاحظي الحوالينا بالمجمل يكتفوا بالعبارات ويكتفوا بالتنديد أو بإثارة بعض الأمور التي على جانب من الحياء حتى، لكن موقف سيدنا وحتى موقف معالي وزير الخارجية أنا بصراحة أعجبت تماما بعبارته، الإسرائيليون ليسوا أكثر إنسانية من الفلسطينيين. صحيح، نعم، يعني جهود أردنية واضحة، وجولة جلالة الملك، الجولة الأوروبية لحشد المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة. أيضا نتحدث في موضوع إنساني وموضوع معالجة وصول المساعدات الإنسانية، الإمدادات الطبية أيضا والإنسانية للمدنيين في ظل استمرار هذا القصف على القطاع. والله يا ستي أستاذة نور، يعني أنا بستغرب من موقف الصليب الأحمر. الصليب الأحمر كان دائما يستطيع الوصول إلى بؤر النزاع بشكل حاسم وسريع. أنا متفاجئ من غياب المنظمات الدولية عن إيصال أبسط متطلبات العلاج، أبسط متطلبات الحياة اللي هي المياه. لغاية الآن نحن نستجدي الماء أن يضخ، والشاحنات الموجودة على معبر رفح وعلى العريش تنتظر بشكل قوافل، لا حدا بيسمح لها ولا حدا بتدخل. الوضع في الداخل حسب ما بنشوف وحسب ما بنسمع، وإحنا عارفين أنه أصلا بطبيعتها هي منطقة مكتظة جدا وبذات الوقت فقيرة جدا. نعم. يعني أنا اليوم سمعت خبر على الراديو أنه الغزيين فقدوا المال اللي ممكن حتى لو في سلع أو في مواد غذائية أو علاجية، فقدوا المال اللي بيشتريها. يعني أنت عم تحكي خلال أسبوع أمي فقدت 2.2 مليون فقدت النقد اللي عندها. نعم. هذا حكي يعني أصبح، يعني والله لو كنا بالعصور الوسطى ما كانت هيك. نعم، أيضا يعني أستاذي نتحدث عن فكرة القصف الإسرائيلي والذي طال حتى الصحفيين وحتى الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. لا، هم مستهدفين، هم مش طالهم، هو مستهدفين كانوا. سيارات الإسعاف كانت تقصف بالقذائف الموجهة بالليزر، يعني هاي مستوى الدقة تبعها لا يعني متر متر ونص. لا يعقل إنه يكون هذا الأمر مصادفة، وبنقدر نقول أول مرة مصادفة، ثاني مرة مصادفة أن صحفيين على الجانب اللبناني استهدفوا. نعم. صحفيين في وسط الحدث استهدفوا، وفي علامات وفي فوارق واضحة يستطيعوا أنهم يميزوهم حتى من الجو. نعم، الأستاذ المحامي ثائر النجداوي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.